للفروسية وأجواء تنشيطية للأطفال. انطلق مهرجان الزيتونة الروماني بالمساعيد من معتمدية العلا في دورته السادسة ليمثل مناسبة لتثمين الزيت الجيم المستخرج من الزيتون الروماني والذي تشتهر به المنطقة. المهرجان هذا حابين نثمنوا زيت الزيتون نتاعنا، زيت زيتون الجيم الاسلاتي اللي منطقه العلا المساعيد تحتوي على قرابه 53 الف زيتون رومانيه. هذه ثروه ما حبيناش نسلموا فيها ومازلنا الصادين الصحيح فيها. حابين نعملوا المهرجان هذا للتعريف وللتثمين، وفي نفس الوقت ما حبيناش معناها يكون الدور ثقافي بس، حابين زاد نوجه المسؤولين يشوفوا المنطقه اللي عايشين فيها، المنطقه هذه منطقه المساعيد، يشوفوا الصغيرات الموجودين. حابين المتنفس الوحيد نتاعهم هو المهرجان هذا. اليوم كي نحكوا على زيتون روماني ماهوش موجود معناها في المناطق الكل، هذه خصوصية بمنطقة المساعيد، واليوم راهو الثقافة يلزمها تلعب دورها في الاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي، لخاطر نعرفوا كي تشوف تو خاصة الحضور وأغلبيته أطفال صغار، هذوما يلزمنا نحسنوا لهم الواقع نتاعهم، الواقع على مستوى المؤسسات الثقافية والرياضية، وهذا حقهم. يتعود المهرجان هذايا باش نقدموا المنتوج نتاعنا. مهرجان ثقافي سياحي تخللته خيمة تحسيسية صحية مثل متنفسا لأهالي الجهة التي تشكو من غياب الفضاءات الترفيهية والثقافية. باش نحكيو شوية مع النسيم، شوية تثقيف حول الحماية من الأمراض السرطانية، كيفاش تحمي زادة من تتجنب وتتوقع سرطان الثدي خاصة. معناتها الصحة زادة، يعطيهم الصحة زادة باش يباشروا ناس معناتها اللي موجودة هنا بكذا، يقيسوا لهم الدم، يقيسوا لهم السكر، باهي الكل، كل أجواء باهية. مهرجان على مدى يومين في ظل تواصل نقص الدعم في منطقة تعاني من غياب التنمية والانقطاع المدرسي المبكر وغياب المرافق الأساسية.